اتراجي بيت اتراجي اتراجي. ايه عايز ايه؟ صباحية مباركة. ايه ناموسيتك كحلي على الصبح ولا ايه؟ لا ده تجرسي هو اللي ما نايمنيش طول الليل. لو طلعتلك وطلتك بايدي دي سلمتين وطلع لي وانا صحي لك الرزق. ولسه هنا؟ وهيفضل هنا على طول يا عينيا. وانت استنى شويه لك عندي امانات. وريتك انت وتاج راسك. انا سمع دوشه في الشارع ومش عارف انام. انت قبل اللي بتنعر كده؟ انا ما اتكلمتش ولا حاجه. ده انا حتى صوتي من طالع من زوري. يعني دلوقتي مبحي صوتك يا سبع البرومبا؟ في حد تاني عايز صوته يتحبس؟ ولا يهمك منه. تعالى يا تاج راسي. انا عايز اشوف حد يتحبس صوته بس. تعالى يا تاج راسي يا رزق. يلا بينا. الله بس عايز اشوف حد تاني يذبح صوته. الله انا مش عايز اسمع صوت في الحته دي يا جدعان. ما سبتنيش عليه ليه؟ كنت قطعته زي البسطرمه. ينزرع زرع بصل. انت عايز الصراحه؟ انت ضفرك برقبته. تكلمي جد؟ ليله امبارح تشهد يا تاج راسي. منصور ايه؟ هسالك سؤال. انت عرفت نسوان قبل يا منصور؟ عرفت نسوان؟ النهار اسود ومنيل. ده انا مقطع السمكه وديلها. صادق يا تاج راسي صادق. ده حتى السمكه قالت لي تعالى تعالى ما اقولكش. طب مش لما نفطر الاول؟ معاك حق يا تاج راسي. عن اذنك دقيقه واحده. بص شوف انا محضرالك ايه. بيض وزيتون وجبنه وزبده، انما ايه من اللي بيجيبوها العساكر من الكامب. والغدا بقى عكاوي وكوارع من اللي كلهم بحرير. الله ده انت هتعلفيني بقى. والعشاء كنياك وحمام. وناكل وانام. مش عايزه منك غير كده يا تاج راسي. وهتكسيني طبعا، وهتهندميني وتهندزيني، وهسكر في خمسه باب من غير حساب، واطلع فرد على اولاد الرفضي. طبعا يا تاج راسي، مش كابتن الجو كله. لا انت فهمتيني غلط، انا مش منهم. يا خبر مش منهم؟ انا لا مؤاخذه عواطل محترم. ومحترم ده يعني ايه؟ يعني ماليش في نظام. ودلوقتي اتفضلي قدامي على بيت انا. وتوب اظن انت عايز تفضحني؟ افضحك؟ خلاص انت حره، بس انا بقى مش لاعب. لا انت باين عليك سكران من ليله امبارح. طب اذا انا طوعتك واتقطعت لك هتصرف عليا منين؟ من عرق جبيني احسن من عرق العافيه. وهتشتغل ايه بقى فرحني؟ اهو هتهب في اي سبوبه ان شاء الله، حتى اشيل زلط. كان على عيني. ما اقدرش يا منصور. طبعا اصلها حاجه في الدم. مظبوط، هي حاجه في الدم، لكن مش زي ما انت فاهم. طب ما تفهميني يا اختي، منك ما استفيد. منصور أنا استجدعتك ومسترجلاك. أنا سمعت الكلام ده من ناس كتير قوي، لكن أنا مصدقك أنت. عشان كده هاخدك أوريك بعينيك. وحشتني يا حبيبي، وحشتني يا ضناي. أنت اللي وحشتني قوي يا ماما. إزيك دلوقتي يا حبيبي؟ أنا سمعت إنك بتقدر تقف وتمشي كمان. أيوة يا ماما، بس مش قوي. معلش يا حبيبي، بكره هتمشي زي الحصان وهتلعب كوره كمان. بس تسمع كلام الحكم. انا ما بعيطش لما باخد الحقن. يا روحي. واخبار المذاكره والعلام ايه؟
الحمد لله الأبلة مبسوطة مني، جايب أحسن نمر. يا ناية تبقى تستاهل على كده هدية كبيرة. بس أنا ما قدرتش أجيب لك غير الشوكولاتة دي وأرواح. يا ماما أنا عاوزك بس ما تسيبينيش وتمشي، أنا عايزك تقعدي معايا نضحك ونلعب سوا. كان على عيني يا ضنايا، بس أصل أنا عندي ميعاد مع الجماعة اللي بقى قريب مننا العزبة، وكمان السواق مش هيقدر يستنى أكتر من كده. لا يا هانم أنا أقدر أستنى. أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي منصور. وأنت اسمك إيه؟ أنا اسمي عزيز. إزيك عزيز؟ إزيك يا منصور؟ عامل ايه؟ لا انا مش هيحوق معايا نظيف، اديني واحد ميه نار. يا جدع انت ما تكبرهاش، امال كله ماشي. كله ماشي يعني ايه؟ اي نعم انا صعب عليا الواد وحبيته، لكن ما اقدرش. اديني كمان واحد ميه نار. البت دي عمرها ما ورت راجل طريق ابنها، يعني لما تاختك هناك تبقى بتحبك ومستجدعاك. مستجدعاني تقوم تشغلني كابتن؟ طب وايه يعني؟ طب ما انا بكابتن ويا ما كابتنت. انت اصلك راجل كله ماشي، لكن انا ما كابتنش. يعني انت لا منك ولا كفايه شرك. انت عارف مصاريف المعهد اللي فيه الولد ما يقدرش عليها غير ولاد الاكابر. ولاد اكابر ولاد رفضي. لا اصل كله ماشي، انا ماشي. مع السلامه يا منصور، ولو انك خسارة. انت عايز الصراحة، انت اللي خسارة. يا ناس ما تتفقوا، ايه رأيك لو تابت يوم واشتغلت يوم؟ تشتغل يوم وتتوب يوم يعني ايه؟ انت فاكرها تاكسي يا جدع انت؟ هدشك بنورة في نفوخك يعني؟ لا يا فجرتي تعدني بلاش. يبقى دشك انت في نفوخك عشان ما حدش يبص لك وانت من غير نفوخ. تدشها تدشوا عن اذنكم. آخ لو بس الحظ يضرب معايا زي عزيزة اللذيذة. مين عزيزة اللذيذة؟ عجبت وكيل دايرة كفاها من مجاميعه وبقى هو وبس. يعني انت قصدك تبطلي قطاعي وتشتغلي جملة؟ اهو كده مظبوط. ايه رأيك يا كابتن؟ ايه قلت ايه؟ لا برضو لا. خلاص يبقى مفيش نصيب. مع السلامة يا مصور. هتوحشينا يا تراجل. منصور منصور اتفضل. 50 جنيه بس يا مفتري. انا جايبك عشان نعرفها قديمة بس. الله يخرب بيت دي معرفة. طب اوضة النوم؟ اوضة النوم ما تلزمنيش، انما عشان معزتك عندي ادي 50 جنيه كمان اهم. لا لا كسبك. في الاوضة اللي ناحية دي اديها ايه؟ لا دي مش للبيع، دي بتاعت المرحومة امي. في نازل